وصلنا يا نور لفقرتنا الأخيرة مع الفقرة القانونية، رح نحكي فيها عن قانون البيوع العقارية في سوريا لحتى نطلع أكثر عن هذا القانون، عن سلبياته وعن إيجابياته. بصرنا نرحب بالأستاذ المحامي عماد الزعبي. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. نحن دائما بنحاول نسلط الضوء على كثير من القوانين السورية ليكون الناس عندها اطلاع لو شوي أو بسيط. خلينا نحكي بالبداية، ما هو قانون البيوع العقارية بسوريا لكل الناس اللي عم تتابعنا نعرفه بشكل مبسط أكثر؟ تماما. قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 تقريبا اليوم رح يصير له سنة تقريبا. صحيح. صادر، ورح نناقش هذا الموضوع من عدة نواحي. أول شيء من ناحية أني أنا عم انظر له هذا الموضوع أو هذا القانون من ناحيتي كمحامي من خلال التطبيق العملي أنا أثناء عملي اليومي بالمحاكم أو الدوائر الرسمية عند الدولة، كيف أنا عم أتعامل مع هذا القانون، وبدي شوف هالقانون هو له الصدى إن كان بسلبياته ولا إن كان بإيجابياته. أنا اللي شفته إنه القانون 15 هو إجا متأخر. أنا كان متأكد إنه لو إجا بقبل فترة، يعني بال 2006 2007 بفترة الطفرة العقارية اللي كانت موجودة بالبلد، لكان حقق مبتغاه أكثر، ولنلاحظ قديش فوات المنفعة اللي صارت على موضوع الخزينة. بكل الأحوال أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. إجا القانون وبداية مثل أي قانون بيتعلق بالضريبة راح يقابل بالاستهجان ويقابل بالخوف ويقابل أنه هو هذا قانون إجا ضد المواطن. أنا بالعكس أنا شايف هذا القانون هو مع المواطن ولمصلحة المواطن. خلينا نعرف الضريبة البيوع العقارية شو هي أكثر. ضريبة كل الناس يعني عم تحاول نوعا ما تطلع بشكل أكثر. رح وصلك للفكرة. أنا موضوع البيوع العقارية هو سن الضريبة اللي لازم تتحقق على القيمة الرائجة للعقار، بينما كانت بعام 2003 على القوانين السابقة قبل ما ينسن هذا القانون كان المطرح تبع الضريبة أو المعيار اللي كانت تنفرض عليه الضريبة هو عبارة عن قيمة غير حقيقية غير فعلية غير رائجة للعقار، كانت موجودة بالدوائر المالية ضمن اعتبارات معينة. هلأ اختلفت الاعتبارات وصار في عندي معيار جديد لوضع القيمة اللي سموها القيمة الرائجة للعقار. كلمة قيمة رائجة للعقار معناها أنه قيمة متبدلة وهي عرضة للعرض والطلب. يعني أنا اليوم في عندي طلب على العقار، العقار مرتفع، لازم أنا كمان موضوع الضريبة ترتفع طردا. طيب هي عفوا أستاذ، هي بتشمل كل المناطق مثلا بدمشق؟ يعني بكل المناطق بكل سوريا. عندنا كفر سوسي، عندنا المالكة، عندنا أبو رماني، نفس الليفل؟ طبعا من نفس ليفل الريف ونفس أبدا أبدا مو نفس الليفل، ولكن في معيار وفي طريقة. أنا بالنسبة لي مو بس بدمشق، بكل سوريا هذا القانون. صحيح. بكل منطقة بكل محافظة. بس في تفاوت ضريبي أكيد، لأنه تقسمت هي المناطق عبارة عن زونات. أوكي. الزون الأول مثلا شريحة الأسعار فيه كذا، الزون الثاني فيه له شريحة أسعار. يعني أنا مثل ما تفضلتي حضرتك، كفر سوسة إلى طريقة تسعير غير تسعير مثلا المناطق المخالفات، غير منطقة أبو رماني. في لجنة متخصصة بالقانون كمان سن عليها القانون، هي مهمة هي اللجنة مؤلفة من عدة يعني ناس متخصصين، في ناس متخصصة بالأمور المالية اللي هي منبثقة عن وزارة المالية، في ناس منبثقة عن هيئة الإشراف على التمويل العقاري، عن نقابة المهندسين، عن مصالح عقارية، كل وحدة بتدلي بدلوها لحتى تطلع بقيمة سعرية للمتر المربع ضمن زون معين. طبعا. فأنا يوم ما بدي أقدم على معاملة بدي اشتري عقار أو بدي بيع عقار، بدي أعرف مسبقا أن القيمة الرائجة لهذا العقار قيمته الرائجة ضمن المعطيات الجديدة ضمن اللجنة اللي هي حطت هذا السعر. بحيثيات القانون طلع أنه ما في تدخل بشري بموضوع التقييم، يعني بعدة عن الفساد أو بعدة عن أي شيء محسوبيات كانت بالنسبة للتقييم، في عندي منطقة معينة ضمن حاسب موجود بالدوائر المالية بتقول أنه سعر المتر ضمن هاي الدائرة مليون ليرة لنفرض، فباخذ المساحة بضربها المساحة بالسعر بيطلع معي قيمة رائجة لهذا العقار. المليون ليرة متبدلة بمنطقة تانية ما بتضلها ثابتة. صحيح. حسب المعايير. أنا شايف أنه هذا المعيار وطريقة التسعير وطريقة التقييم هي من السلبيات والمآخذ الموجودة على القانون، شايفة أنه لازم يرفع من سويتها وراح تكون ضمن آلية غير الآلية المتبعة. كيف يعني من سلبيات القانون كيف مثلا؟ إذا يعني من سلبيات القانون أنه أنا يوم ما بدي يجي قيم عقار ضمن زون معين في عندي أنا عقارات مختلفة بالاتجاهات. صحيح. في عندي بالقدم، في عندي أنا عقارات أعمارها مثلا 60 أو 70 سنة، كيف أنا بشملها بنفس العقار اللي انبنى بعد سنة ضمن هذا الزون؟ فأنا هون ظلمت العقار اللي بيكون قديم مع العقار الجديد. هذا هو المأخذ الوحيد على طريقة التسعير. يعني أنا ضمن هاي المنطقة بعرف أنه مثلا هذا المتر سعره مليون ليرة،
بغض النظر ان كان اتجاهات البيت هو بيتاخذ بعين الاعتبار الارتفاع الطابقي واتجاهاته وكذا وطريقه بنائه وطراز بنائه وتاريخ صنعه او تاريخ بنائه عفوا. فهلا صار في طاقه شمسيه وصار في اسمسير، هي كمان مقومات اضافيه كمان بتعطي قيمه اضافيه للعقار. انا شايف انه هذا النقطه المأخذ الوحيد على موضوع الاليه تبع التسعير تبع التقييم. طب خلينا نحكي عن الضريبه، قد هي نسبتها؟ وين بتوقف الضريبه؟ هلا القانون ميز بين العقار السكني والعقار الارض وعقار الارض الزراعيه ولا العقار الارض من المخطط التنظيمي، فهو حط ثلاث او اربع شرائح. الشريحه الاولى اللي هو فرض فيها 1% على العقارات السكنيه، اعتبروا انه العقار السكني من حق المالك يبيعه، فحطوا ضريبه 1% على القيمه الرائجه. يعني قيمه هذا العقار مثلا 100 مليون بيطلع قيمه رائجه مثلا مليون ليره. هي المشكله ما في هيك ارقام، عم نحكي نحن بالمليارات صرنا لهون في تفاوت بالضريبه. يعني مثل اليوم لما نشوف سابقا كان لما تستاجر بيت بتكون عم تستاجره انت ب 500 600 الف، ينكتب بالعقد 1500 مشان الضريبه. تمام. وعلى هذا الاساس هي تكونت اللجنه لتكون في ضريبه على شراء وبيع السكن. هون تقييم العقار مو بس على الشراء كمان، حتى على موضوع الايجار، على موضوع الايجار هون تقييم تقييم مثلا هي اللجنه للعقار كيف بيكون طريقه التقييم. هون النقطة فينا نقول المفصلية، لأنه اليوم عم نسمع أرقام خيالية. يعني اليوم ما في بيت بقى ب 100 مليون بكل سوريا. تمام. عم نسمع 2 مليار 3 مليار 5 مليار 7 مليار. حلم حلم صار. تمام. فهي الأرقام مش الدولة اللي محددتها، صاحب العقار للأسف اللي عم يحددها. تمام. اللجنة تحد، يعني هي اللجنة لما أنا هي فيها تقيمه بطريقة مخالفة للشخص اللي عم يبيع بيته أو عم يعرضه للبيع؟ أكيد أكيد، عندي المعايير اللي بتعتبر اللجنة أثناء التقييم وأثناء التسعير غير المعايير الموجودة بالسوق. يعني انا يوم اكون مثلا بدي بيع بيتي، يمكن انا مضطر اليوم بيع بيتي ارضى بسعر 400 مليون مثلا لبيتي، بس بينما هو القيمه موجوده بالماليه 500 مليون. انا حطيت القيمه الرائجه بالدوائر الماليه كرمال شو؟ كرمال اني احقق ضريبه عليها بغض النظر شو عم ينباع بالسوق. في ناس بتقول انه انا بيتي بيسوى 400 مليون، ليش حاطين لي اياه بالماليه مثلا 700 او 800 مليون؟ طيب مين اللي قال انه بيتك حقه 400؟ طالما انه هي الدوائر الماليه يعني تكون بالعكس مشان ضريبه ما تكون كبيره. عفوا، انت عم تقول انه بيتي بيسوى 400 بينما الدوائر الماليه عم تقول 700. طيب الدوائر الماليه جهه رسميه، طيب مين اللي قال لك انه بيتك حقه 400 مثلا؟ مشان الضريبه. لا انا عم اقول انه كشخص كشخص عم يقول انا بيتي حقه 400 وبعته ب 400، بينما انا رحت بدي ادفع الضريبه ضريبته كانت 700 مليون على قيمته الرائجه 700 مليون. انا بدي جاوبه بدي اقول له انه هي الماليه عندها معايير وعندها ضوابط حطت هذا السعر، بس ولكن بدي اساله سؤال، مين اللي قال له انه سعر بيتك 400؟ معناه هي عامل السوق، المكتب العقاري هو اللي بيسعر؟ لا، المكتب العقاري هو على اطلاع بكل حيثيات البيع. الايجابيه الحلوه اللي بموضوع قانون البيوع انه حقق عداله نوعا ما، انه كل الناس صارت تدفع ضريبتها لضمن نسبه معينه. يعني كان من اول مثلا اللي بيته برماني قيمته بالسجلات الماليه 300 ألف، عم يدفع ضريبه مثلا 15 او 20 ألف، بينما هلا عم يدفع القيمه الرائجه على الضريبه على القيمه الرائجه. تمام استاذ، خلينا نحكي عن ايداع المبالغ الماليه في المصارف البنك. يعني تماما. خلينا نحكي شو هي الاليه وليش عن جديد صارت قصه انه نحن بدنا نحط مصاري بالبنك لحتى نشتري او لحتى نشتري بغض النظر ان كان عقار ان كان ارض ان كان. تمام. اي شيء. نص قانون البيوع على كل جهه لديها سجلات ملكية، يعني كالسجل العقاري، السجل المؤقت، المؤسسة العامة للإسكان، الجمعيات السكنية، حتى المحاكم، حتى المحاكم. هلا أنا راح أفرد له موضوع المحاكم، إنه عم يعتبروا إنه موضوع عدم قبول الدعوة شكلا، تحت طائلة ردها شكلا، قبل ما يودع المبلغ هو مخالف للدستور. أنا بشوفه ما أنه مخالف للدستور، هلا راح جاوبك ليش. فالسجل العقاري يحظر عليه أو كتاب العدل أو السجل المؤقت إنه يثبت أي عملية بيع قبل ما يثبت البايع أو الشاري إنه هو تم دفع الضريبة على قانون البيوع على حسب النسبة المحددة بالقانون، ويتم إيداع 15% من القيمة الرائجة لدى المصارف المعتمدة بسوريا. اللي مين حددها؟ اللي حددها القانون. قانون، في قانون وفي قرار طلع وألزم إنه كل عملية بيع لازم يتم إيداع 15% من قيمة العقار الرائجة بالبنك. أنا بدي حطها ما بقى أسحبها. يعني لا أنا تسحبيها. ولا كيف بدي تسحبيها؟ هلا سياسة البنك بتقول إنه أنا اليوم أودعت مبلغ لنفرض 15% هن 15 مليون. تمام. في سياسة هلا بتقول إنه كل يوم بحق لي اسحب أنا 5 مليون. وين المشكلة؟ طب أنا شو بحاجة إني أكثر من 5 مليون باليوم؟ في ناس بتقول إني أنا بدي أشتري عقار، طيب كثير منيح، ما دام بدك تشتري عقار فيك تحوله إنه من حسابك لحساب البايع اللي بدي أشتري. يعني عفوا الكتلة النقدية يوم تكون هي متداولة بين الناس والله خطرة. تماما. خطرة خطرة، يعني كثير عم نشوف يعني من أهم
الحلول بتحسين الوضع الاقتصادي بالبلد هو يمكن تخفيف تداول العملي بين الناس. هو هي ظاهرة صحية. ظاهرة صحية. من خلال الفيزا، من خلال الكارد. بالضبط. هي ثقافة رقمية كمان نحن هلا بالطريق بعدها جديدة علينا صحيح. نحن هلا عم نمشي فيها بالطريق وبلشنا صحيح. بالخطوة مشوار الألف ميل دائما ببلش بخطوة، نحن بلشنا بالطريق الصح. هلا نحن صار في عنا معطيات رقمية، صار في عنا نحن أسس، صار في عندك التبادل. مو معقول انا فايت على طابق وفايت على كاتب عدل او فايت على محكمه حامل شوالات مصاري، ما بيجوز هذا الحكي صحيح. ولا في دوله في العالم انا فرجيني مثلا عمليه صفقه بيع بتتم انه والله واحد شايل الا عنا هون. طيب هي كمان مو ظاهره صحيه. طيب انا وين المشكله اذا انا اودعت هذا المبلغ تبعي بالبنك والبنك قال انه اخي انا راح اعطيك اياهم كل يوم 5 مليون، يعني مثل اللي انا عم ساوي لك اياهم مكموره. في ناس بتعتبر هذا الشيء هو تدخل بالخصوصيه تبعه، انا ما بشوفه هيك، بشوفه بالعكس هي هذا عمليه تهذيب للسياسة المالية وعملية حصر، عملية حصر لهالكتل النقدية اللي موجودة بين الناس واللي هي عرضة ممكن فتح أبواب لقروض لشراء بيوت لأنه بالزبط. يعني لحالنا ما عاد نقدر نشتري باب بهذا الوقت. هذا الموضوع على الكل تمام. هذا غلاء عالمي بشكل عام. فتك بنقطة موضوع الدعاوي، يعني اليوم أنا بدي سجل دعوة تثبيت بيع يحضر على أنه حتى بالقانون يقول قبل تسجيل أي حق عيني، يعني أنا إذا بدي أخذ إشارة من المحكمة حطها على صحيفة العقار بالسجل العقاري صحيح. هي هذا هو هذا حق عيني صحيح. لازم تلزمني المحكمة قبل ما أخذ كتاب الإشارة أني أنا أروح أودع أو أدفع الضريبة حسب القانون بالمالية وجيب ما يشعر أني أنا دفعت هي الضريبة للمحكمة لحتى تنقبل الدعوة شكلا خلال 3 أشهر. هذا الحكي لازم يكون موجود، إذا أنا ما سويته تحت طائلة رد الدعوة شكلا. هذا الإجراء في ناس اعتبرته انه هو اخي هذا اسر للقضاء، انا ماني شايفه بالعكس. في كثير حالات من الناس انا بشوفها استاذ انا ما بشوف الا واحد حاطط اشاره على عقاري بدون لا حق وانا ما بعرفه. طيب هلا صفى هون في اجراءات، اي واحد بده يقدم على موضوع المحكمه انا اليوم بشوف انه لازم يخضع لضوابط، وهذا الضابط انه مو اي واحد ما عنده لا شغل ولا عمل راح يحط اشاره على عقاري صحيح. هلا هون تختبر المحكمة مدى جدية البيع، مدى انه كمان في الشفافية اللي كانت موضوع بموضوع الدفع والشراء، وفي عنا حالات كثيرة بتتعلق بموضوع الشراء هي ما كانت صحيحة، عبارة عن كانت وهمية. المصرف ان كان مصرف خاص ولا مصرف عام، يوم عم يتحول له كتاب من الجهة اللي هي بدها توثق العقد ان كان سجل عقاري والسجل المؤقت، عم ياخذ الكتاب الشاري عم يقول بدي اودع بحساب البايع مبلغ ما يعادل 15%. صار المصرف هلا ان كان كجهه هو مو جهه مصرفيه فقط كمان جهه رقابيه على الوثائق والاوراق، بدها تتاكد من الحصه المباعه وقديش قيمه هي الحصه المباعه وحسبه نساء يعني حسبه نسبتها قديش بتعادل 15% لحتى انا اوقف لك واودع لك هذا المبلغ. صفت اكثر من جهه هي رقابيه، هي من ناحيه نظريه هي تعقيد للامور بس، ولكن انا شايفها من ناحيه عمليه يعني بتتضافر الجهود كلها بنصل لنتيجه حلوه. ومثل ما قلت يمكن استاذ هو قانون كثير مهم فينا نقول مهم جدا بضبط عمليه البيوع العقاريه، بس فينا نقول اجى مؤخر. يعني انا لما اقول هذا قانون البيوع العقاريه لو اجاني بظل الازمه بسنه 2016 ما شفت هذا الارتفاع الغير منطقي لاسعار العقارات. طيب شو دخل القانون بموضوع ارتفاع الاسعار؟ بيثبت لك اياها من خلال اللجنه، يعني انت انا اليوم خلال هي السنه متغير طبعا قيمه رائجه. السنه الماضيه اسعار البيوت غير منطقيه، السنه الماضيه عن هي السنه مو زادت 100% زادت 600%. انا عم احكي هذا القانون لانه في لجنه هي بتضبط بتقيم هذا العقار، كانت نوعا ما ساعدت لضبط فينا نقول اسعار العقار. اليوم الاسعار العقارات غير منطقيه، يعني عم نحكي عنها نحن عم نحكي عن ارقام فعليا خياليه. لو يكون لقدام قديش فينا نلعب على ضبط يعني ضبط اسعار العقارات اليوم، لانه نحن عم نفرق كل شهرين. يعني انت اذا بدك تحكي عن اسعار العقارات في سوريا من 6 شهور في زياده فوق ال 100%. طيب انا بس بدي اعرف شو الربط بين اللي عم تتفضلي فيه مع قانون البيوع. عم نحكي عن اللجنه اللي يعني بتقيم العقار، انه عن ما بتضبط لك هي الاسعار الغير منطقيه. شوفي يا عزيزتي انت اللجنه عم تقيم العقار كرمال شو؟ كرمال اني انا حقق ضريبه صحيح، بس ولكن هي بتعرف على ارض الواقع مين باع العقار باكثر او باقل. هي عمليا ما هي اللي بتسعر العقارات بسعر السوق، لا ما بتسعر، هي عم تسعر بالقيمه الرائجه لفرض الضريبه فقط صحيح. قد الناس تعتبرها هذا الموضوع انه هو عامل مؤثر على موضوع السعر، في ناس عزت سبب انه صار في حاله جمود بموضوع بيع العقارات انه الناس صارت تحجم على بيع عقاراتها بسبب انه ضريبه. هو هذا انا شايفه مو منه سبب مبرر يعني بشكل صحيح، هو بالعكس كان القانون هو من حق الدوله هلا بفتره من الفترات. انا بس بشاطرك الراي بموضوع انه اجى متاخر شوي
بمقدار فوات المنفعة على الخزينة. صح صحيح، حتى قيمة الضريبة تختلف. يعني بال 2016 لو صدر هذا القانون يمكن كنا هلأ نحن حققنا إيرادات للخزينة، لأنه اللجنة اليوم عم تقيم على السعر الرائج. ما السعر الرائج مين فرضه بالسوق للأسف؟ السعر في عندك سعرين، السعر الحقيقي اللي هو العرض والطلب. قبل هذا القانون كان العقار انا صاحبة العقار انا بعرض، ما في ضابط لموضوع الاسعار. انا بشوف ان العقارات بسوريا كانت من اغلى من كل دول العالم. صحيح. حتى نحن ولبنان بسبب ضيق الرقعه الجغرافيه على البناء بشوف العقار عندنا هون غالي كثير. بينما هلا صار في عندي انا معيار ارجع فيه وقت ادفع ضريبه، وقت ما اجي انا بدي بيع عقار صار في عندي اساس ضريبي. صح نوعا ما، نوعا ما أنا شايفه القانون يعني جيد وبداية الخطوة. أستاذ عماد، بس خلينا هيك نحكي شوي اليوم قديش مهم المواطن السوري يكون عنده المعرفة الكاملة بقانون البيوع العقاري، يتنور أكثر. يعني ممكن اليوم نحن بالإعلام طرحنا هذا القانون، تمام. يمكن في ناس وصلتها بعض الأفكار وفي ناس عندها كتير إشارات استفهام، تمام. اليوم المالك، المشتري، المستفيد، وكمان المظلوم ممكن نقول، لانه كمان في سلبيات مثل ما في ظلم. وين الظلم؟ يعني بغض النظر خلينا نحكي، حكينا سلبيات وحكينا ايجابيات، طبعا. ولكن اليوم قديش مهم انه المواطن السوري يكون عنده علم ببنود القانون، بشو له وشو عليه. انا بدي يعني كثير عالم لا بتمتلك يمكن تلفزيون موبايل معك. انا راح جاوبك هلا. في عندك حد ادنى من المعرفه لازم يكون، كل انسان عادي ولا غير عادي، متخصص ان كان قانون غير قانون، حد ادنى من المعرفه ان كانت قانونيه ولا معرفه عامه لازم يتحلى فيها كل انسان. هي ثقافه عامه بس، ولكن يوم يطلع قانون متخصص كقانون البيوع العقاريه هون بيتطلب مني اني انا كمان اتعب على حالي شوي واقرا. في شيء انا ما بتوضح لي بسال اهل الاختصاص، انه انا جرت العادة بكل دول العالم أنه يكون كل عائلة أو كل شخص له محامي بيسأله بيرجع له بكل تفاصيل حياته. هلأ نحن هاي الثقافة بعدها شوي ضعيفة عنا نحن هون بالبلد. أنا يوم بدي يجي اشتري عقار أو بيع عقار هي عملية متداولة كل يوم، يعني أنا أو أنت يا بتبيع يا بتشتري كل يوم، صح؟ فأنا صعب. هلأ موضوع البيوع العقارية صعب كثير، أنا صعب اشتري يعني عم بحكي واقع أنا. موضوع قانون البيوع العقارية كونه هو يمكن يبيع العقار تبعه بالشهر، بالسنة، بالخمس سنين، كل 10 سنين، بده يعرف شو الخطوات المقدمة عليها. أنا بالنسبة إلي في عندي قيمة هي فرضها السوق العقاري، محتمل أنا يجي اليوم عقاري بيسوى 1,000,000 ليرة بدي بيعه أنا بمئة مليون، حقي بس، ولكن حق الدولة كمان تقول انه انا ان شاء الله بعته ب 100 مليون وان شاء الله بعته بمليون. طب في اخذ بعين الاعتبار على المناطق اللي مدمرة، مثلا انا بدي بيع بيتي بمنطقة وبنايتي مدمرة ولكن طبعًا. عندي هالعقار، هذا السجال ورق. هذا السجال اللي صار بين مالكين العقارات الموجودين ضمن المناطق المتضررة مع اللجان، واللي اعترضت على اللجان وعلى التسعير انه انا بيتي مدمر. طيب هو بالنسبة لك كبيت مدمر هو، ولكن في وثيقته او سند الملكية موجود ومحفوظ، صحيح. له قيمة، في ناس قاعدة عم تبيع بس له قيمة، عم يتاخذ بين الاعتبار انه هي ضمن منطقه خربها الارهاب، هي منطقه يعني للاسف يعني هذا شيء بؤسف لكل المواطن السوري انه نحن نوصل لمرحله انه يكون في عنا املاك بهالطريقه هي، بس ولكن هي ضريبه الارهاب بتتاخذ بين الاعتبار، وبيعرفوا انه هي المنطقه مثلا كانت ضمن خراب معين ويتم التسعير تبع سعر المتر المربع على هذا الضوء. ليش قلنا لك قيمه رائجه؟ لانه بعد 6 أشهر ان شاء الله الله هيك بترجع الامور مثل الاول، بتتحسن القيم فيها، صارت القيمه متبدله. يعني هلا بالقانون كل 6 أشهر لازم انا اساوي قيمه رائجه للعقار. للاسف انا شايفك مالك مقتنع بك. للاسف القيمه الرائجه لانه عم تطلع ما عم تنزل ولا عم تصير. القيمه الرائجه متبدله، يمكن هلا اذا ان شاء الله تحسنت الامور وصار في عندي انا معطيات جديده غير الموجوده هلا، نحن مقدمين على مرحله اعاده اعمار، ولا تنسي مرحله اعاده الاعمار كمان رح يصير في عندك طلب على العقار ان شاء الله، ونحن بمرحله تصدير العقار. كلمه مرحله تصدير العقار بكره في عندنا مستثمرين جايين ان شاء الله، وهي مرحله نحن انا متفائل فيها كثير ان شاء الله. نتمنى يا رب هيك تتحسن الاوضاع فعليا، يقدروا شباب اليوم لو يفوتوا بجمعيه صغيره يقدروا يشتروا بيت، لانه الموظف سابقا من 50 60 سنه كان يقدر يشتري بيت. للاسف اليوم ضمن الاسعار الرائجه اللي عم تتبدل كل 6 شهور صار حلم لكل الناس. نشكرك المحامي الاستاذ عماد الزعبي على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمه اللي حكينا عنها اليوم، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.